أوتوديسك إنفنتور 2020 بيقدم التحسينات المطلوبة للمستخدمين وبيقدم دايماً الطريق لتصميم أشكال ميكانيكية 3D بشكل احترافي والأدوات الهندسية اللي بتستخدمها كل يوم. الإصدار 2020 بيشمل نيو لوك مختلف، انترفيس خفيفة وستايلات وآيكونز جديدة وتطوير الاستخدام المالتي مونتر علشان يقدم مساحة أفضل للشغل وفانكشنز أكتر. التعليقات والطلبات من مستخدمي أوتوديسك إنفنتور كوميونيتي كانت دايماً على رأس القائمة في كل إصدار جديد. على سبيل المثال هتلاقي تحديثات لخاصية الميرور شيتس كومبوننت في وضع ريد أونلي، بحيث ممكن تشوف أي فايل إنفنتور في العرض بيظهر بدون ما تحتاج لايسنس. ومع الفريم جنريتور دلوقتي في أوبشنز أكتر لتغيير ديفولت نيم وتحديد موضع أجزاء الشكل الهندسي، وتعليقات كتير من اليوزرز طلبت بأننا نعمل أبديت بيشمل المالتي ميتر، المالتي نوتش والشورتن وترم، علشان كده هتشوف إن الشغل بقى سلس أكتر وأسرع لما تشتغل على اللارج أسامبليز. بالإضافة لتطوير الباترنز الكبيرة في الأسامبليز والبارتز، اختيار أنراب الجديد كلياً هيخليك قادر تطلع فلات شيب من أي سات أوب كونتينيوس Spaces. بالإضافة لأن الأبديت الأخير خلى استخدام فيوجن 360 مع الإنفنتور أسهل من أي وقت، سبيشالي مع الجنريتيف ديزاين. إنفنتور 2020 بيشمل كل التحديثات دي وتحسينات تانية كتيرة بتدي لك أحسن استخدام للإنفنتور بقوة أكتر وفليكسيبلتي أكبر.